محمد الحميدي وللمرة الثانية على التوالي على رأس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما انتخب لذات المنصب سنة 2012. فوز محمد الحميدي جاء غداة الجمع العام الذي انعقد يومه الاثنين في إطار انتخابات تجديد مكاتب الغرف المهنية. فعلا هذه فرصة سعيدة لكي ينتظروها الصناعة والصناع التقليديين، خير دليل النتائج ديال شبعة غشت اللي عبرت عليها صناديق الاقتراع، اللي كان ضروري بان غتكون نتيجه حتميه لصالح حزب الاصاله والمعاصره نظرا للنتائج التي حصل عليها على صعيد الجهه، وكذلك التعامل الذي دعمت الغرفه الصناعه التقليديه لطنجه عن التعامل مع الصناعات والصناع اللي عملوا فينا الثقه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمدين. اولا انا كنحيي الاخوان ديالي اللي وضعوا فيا الثقه وحصلت على هذه المرتبة الأولى، وكنشكروا الأحزاب اللي في هذه المرحلة هذه قامت بالدور ديالها الديمقراطي والتشاوري بينهما، ونتمنى الله سبحانه التوفيق للجميع وتكون محطة جديدة وشكرا. ممثل حزب الجرار حصل على 50 صوتا في الوقت الذي لم يتقدم فيه أي عضو بالغرفة لمنافسته على كرسي الرئاسة.